أحسن الله إليكم، يقول ما حكم المسح على الجوارب وما الدليل في ذلك؟ المسح على الجوارب مشروع، يكفي عن غسل الرجلين مثل المسح على الخفين، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لكن بشرط تكون الجوارب ساترة للرجلين من الكعبين وما تحتهما، وأن يكون الجورب صفيقا يعني غير شفاف وغير مخرق ومشقق، أن يكون ساترا لجميع القدم جميع الرجل، فيمسح عليه يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر بلياليها. نعم.